بقى ناخد بعض الأندية الجماهيرية، ومن الأندية الحقيقة اللي ماشية بشكل رائع السنة دي النادي المصري مع علي ماهر ومع إدارته الحقيقة الرائعة. كريم العراقي هيكمل في النادي المصري ولا مش هيكمل؟ نشوف ونرجع لكم تاني. أغلق الباب من المفاوضات ما بين مجلس إدارة النادي المصري واللاعب كريم العراقي بانتهاء هذه الجلسة المطولة اللي استمرت أكثر من 4 ساعات؟ هو باللي حصل كده يعتبر خلاص، هو النهارده بيقفل الباب. احنا النهارده يعني يعتبر سيبنا الباب مفتوح، قعدنا 3 أو 4 مرات. انت النهارده مصمم على طلبات معينه، طب الطلبات دي انا اكبر من امكانياتي او امكانيات الفرقه، وفي لعيبه مع احترامي ليك نجوم في الفريق ما بتاخدش الارقام اللي انت طالبها، يبقى انا النهارده ما ينفعش اظلم حد. فانت النهارده لازم، انت النهارده عندك نيه او بتحب النادي المصري عايز تقعد في النادي المصري هتضحي، بس لكن انت مش عايز تضحي ومتمسك بطلبات معينه، خلاص ده حقك وانت حر، دي حاجه ترجع لك انت. لكن النهارده النادي المصري اكبر من اي حد، والنادي المصري ما حدش يملى عليه شروطه، واحنا خلاص قعدنا مره واثنين وثلاثه واربعه وخلاص الموضوع كده يعني يكاد يكون خلاص يقضي الموسم ونص بتاعه وخلاص موجود في الفرق. كريم العراقي من ساعه ما لعب في النادي المصري لحد ما انا واقف مع حضرتك دلوقتي ما جالوش اصلا عرض خالص من اي نادي. ثانيا لو هو جاله عرض مناسب للنادي ومناسب ليه النادي مش هيقف خلاص، طالما عرض مناسب داخلي او خارجي. لا هو الكلام كله احتراف، ما اتكلمناش في داخليا خالص، الكلام كله احتراف خارجي. فانت النهارده احتراف خارجي النادي المصري هيقعد عليه بالنفع، هنقعد كمجلس اداره وناخد القرار الصحيح. لكن انت لسه قدامك اولمبيات، ربنا يكرمك ويوفقك، سعرك يبقى اعلى، ودي بتاعتك ولعبك ومجهودك ولا هيثبتك بس. لكن احنا لو في اي عرض انا اؤكد عليك تاني، مفيش عرض جه لكريم العراقي ومن ساعه ما لعب كوره في النادي المصري.